نشرة الأخبار مع رياض الياس وورود الموزاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة منتصف النهار والبداية من العناوين. بعد وصول تعزيزات عسكرية من بغداد، عملية سومر تنفذ عملية انتشار لفرض القانون وتعزيز الأمن في ذي قارة. قبل إحالتها إلى البرلمان، الكاظمي يوجه بإرسال موازنة العام المقبل فورا إلى أمانة مجلس الوزراء لغرض تدقيقها. لحل أزمة الطاقة، سيمنز الألمانية تؤكد المضي في استراتيجية اتفقت على تنفيذها في العراق مع الحكومات السابقة. وسط دعوات للرد على عملية اغتياله، إيران تشيع العالم النووي محسن فخرزادة في العاصمة طهران. أهلا بكم متابعينا الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة، والبداية ستكون من آخر التطورات في محافظة ذي قارة، حيث أفادت خلية الإعلام الأمنية بأن قيادة عمليات سومر بدأت تنفيذ خطة انتشار أمنية لفرض القانون وتعزيز الأمن في مدينة الناصرية. وذكرت الخلية في بيان أن خطة الانتشار جاءت بعد وصول التعزيزات الأمنية لفرض القانون وتعزيز الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة، وأضافت أن الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة. هذا وكان مستشار الأمن القومي قاسم العرجي أكد أن وجود الوفد الأمني في ذي قار هو للإطلاع عن قرب على طبيعة الأحداث التي شهدتها خلال اليومين الماضيين. العرجي وخلال لقائه بصحبة فريق أزمة الطوارئ شيوخ عشائر محافظة ذي قار ووجهائها، أكد أن زيارة تهدف للتشاور بالرأي والشراكة مع الوجهاء وشيوخ العشائر والنخب والمؤثرين في المجتمع للخروج بحل يحفظ أهل المحافظة ويجنبه الوقوع في الفتنة. من جانبهم أكد شيوخ عشائر ذي قار ووجهاؤها وقوفهم مع القانون والدولة واستعدادهم لدعم فريق أزمة الطوارئ بما يجعل ذي قار آمنة مستقرة. الناصرية كانت على موعد لوصول وفد خلية إدارة الأزمة التي تشكلت بموجب توجيهات رئيس الوزراء لفرض القانون وتأمين وحماية ساحات التظاهر وإنهاء أعمال العنف المؤسفة التي شهدتها المحافظة. ذي قار عانت وتعاني، جئنا لكي نستوضح الأمور، والتقينا بجامعة ذي قار رئيس الجامعة الأساتذة، استمعنا وجهات النظر، التقينا بشيوخ العشائر، استمعنا لوجهات النظر، اتفقنا أن نتعاون لإيجاد حلول لهذه المشكلة. إخواننا في ساحة الحبوبي أعزتنا وولدنا وشبابنا، لم نأتي ضد أحد ولم نأتي لإشاعة الخوف والرعب، جئنا لكي نتفاهم، لكي نستمع منهم، يستمعون منا ونتفق على الحل. بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت في محافظة ذي قار، تشكلت هذه الخلية الأزمة بأمر دولة رئيس الوزراء القائد للعمقات المسلحة، واليوم أعتقد شفتوا جنابكم السادة المسؤولين اللي حضروا إلى هنا، وتم عقد عدة لقاءات مع القادة الأمنيين مع شيوخ العشائر. من المحتمل أن تعقد لقاءات أخرى مع ناس آخرين، شريحة أخرى. السيد المستشار عقد اجتماعات أعتقد ويا المثقفين والأكاديميين في المحافظة، وإن شاء الله نصل إلى حلول ترضي الجميع. واجتمعت الخلية بعدد من شيوخ العشائر وأساتذة الجامعات وعدد من المتظاهرين للاستماع وجهات النظر المختلفة ومعالجة الأسباب والعمل على أمن واستقرار ذي قار. راح نكون عون وسند لكل أهلنا في محافظة ذي قار، وإن شاء الله راح يتحقق الأمن بالطريقة السهلة، وإن شاء الله نتمنى أنه كل أهل ذي قار هم أهلنا وشيوخنا وأولادنا، فإن شاء الله راح نكون عون وسند لكل أبناء المحافظة. احنا مستبشرين خيرا في وجودهم، ونأمل من شبابنا ومواطنينا أن يستجابوا لهذه الخلية وأن نتعامل لكي لا تكبر خسارتنا. للعراقية الإخبارية محمد الهلالي، الناصرية.
وخلال اللقاء الذي جمع خلية الأزمة، أمن الأعرجي اتصالا هاتفيا بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشيوخ العشائر، حيث خاطب الكاظمي شيوخ العشائر ودعاهم لفتح صفحة جديدة، مؤكدا أن الحكومة هيأت لانتخابات مبكرة وأخذت مطالب المتظاهرين بعين الاهتمام ونفذتها، ومشيرا إلى أن هناك من يريد زرع الفتنة بين أهل ذي قرى. اليوم الناس يقومون بمحنة، وهناك محاولة لإشاعة فتنة بها، نحتاج نفتح صفحة جديدة، انتخابات جاية وهي فصل بيناتنا، نحتاج تهدئة، نصيحة لأولادنا، لأخواننا، لأحبتنا. يا شباب، من حقكم التظاهر، من حقكم مطالب، كل مطالبكم نفذناها. أنتم انتخابات مبكرة، حدد التاريخ للانتخابات. اللي هو هذا مطلب وطني شريف، واللي سبقتوا به أهل الناصر غيركم بالتشخيص الخلل، أنه الانتخابات ممكن تستعيد حقوق بعض الناس. جئتوا على المحاكمات، احنا شكلنا لجنة محاكمة القتلة، طلبتوا حقوق الشهداء، قلنا تدللون، وخذنا قرار مجلس وزراء لتعديل القانون وإحقاق حقوق كامل لشهدائنا، لأوائل الشهداء، وكذلك حاكمنا بإجراءات نقل باقي العراق وباقي داخل العراق. هذه الحكومة أنت الفرصة للنجاح، نجاح يحتاج بإعادة الأمن واستباب الأمن في الناصرية. إذن متابعينا الكرام، حول آخر التطورات في محافظة ذي قار ينضم معنا مباشرة من هناك مراسلنا لؤي الرفاعي. بك لؤي، حدثنا عن خطة الانتشار الأمنية التي أعلنت عنها الجهات العسكرية لفرض القانون في ذي قار. نعم، دعني يعني أضعك والسادة مشاهدي قناة العراقية الأخبارية في وسط الوضع الأمني في مدينة الناصرية. الصراحة اليوم وضع أمني مستقر بشكل كبير، هناك تواجد لقوات الجيش والشرطة، كذلك موجودة عناصر الاستخبارات هنا في المحافظة منتشرين في مداخل ومخارج المحافظة، كذلك في التقاطعات. كذلك الأهم هو التواجد هذه القوات قرب ساحة التظاهر، قرب ساحة الحبوبي، ينظمون هذه الساحة. كذلك هناك جهد للبلدية، تقوم يعني كوادر البلدية الآن بتنظيف ساحة الحبوبي. أما بالنسبة للجنة خلية الأزمة وإدارة الأزمة في المحافظة، فهذه اللجنة كانت نشطة ونشطة بشكل كبير، تواصلت مع شيوخ العشائر، تواصلت مع رجال دين، تواصلت مع المتظاهرين. الصراحة المفصل الأهم هم تواصلهم مع المتظاهرين لساعة متأخرة من الليل. هناك اتفاق على يعني إبقاء القوات الأمنية وإيصال القوات الأمنية إلى ساحة التظاهر، لكن هذه الخلية الموجودة تؤكد على أنها سوف تتواصل أكثر مع المتظاهرين لإفراغ ساحة الحبوبي وفتح الطريق داخل ساحة الحبوبي. نعم، تفضل. إذن طيب، من خلال حديثك لؤي، ما الذي أثمرت عنه زيارة هذه الخلية، تحديدا خلية الأزمة، إلى محافظة ذي قار حتى هذه اللحظة؟ وهل لا زال فريق خلية الأزمة متواجد في ذي قار؟ نعم، الجميع يعلم على الأوضاع التي حدثت في الناصرية خلال مساء الجمعة والاحتكاكات بين المتظاهرين ومجموعة من المسلحين. كانت هناك أحداث في الناصرية، جاء مجيء خلية الأزمة كان مهم. هذه خلية الأزمة وضعت أسس للاستقرار في المحافظة، هذا الاستقرار الذي نشاهده اليوم في الناصرية، فجميع الطرق مفتوحة، جميع الساحات، يعني هناك أمان كبير في الناصرية، تواجد القوات الأمنية، كذلك ساحة الحبوبي هناك استقرار كبير، وجود المتظاهرين. خلية الأزمة تواصلت كما قلت مع المتظاهرين لفتح ساحة الحبوبي، وهذه التواصل أؤكد على أنه موجود، لكن خلية الأزمة ربما بعيدة عن يعني الكاميرات أو عدسات الكاميرات، تعمل يعني بشكل متواصل. هناك لجان مختلفة شكلت، هذه اللجان تواصلت مع أشخاص مهمين هنا في مدينة الناصرية، مع شخصيات مهمة، مع شيوخ عشائر، مع رجال دين، لحلحلة الأمور في الناصرية. ان اغلب اهل الناصرية الصراحة كنا اليوم في جولة في كنا نعم اشرت الى ان هناك مساعي لفتح اغلب الطرق والساحات في مدينة الناصرية وتحديدا في ذي قار. نتحدث اذا عن ساحة الحبوبية في ذي قار، هل تم رفع الخيم عنها؟ هل كان هناك اتفاق ما بين ضمن الخطة الأمنية لفتح كافة الشوارع؟
يعني لمن لم يعلم عن ساحة الحبوبي، هناك كانت يعني عدد كبير من الخيام. اليوم هناك خيمة أو خيمتين بنيت في ساحة الحبوبي. كذلك شيئا مهما، بعض الساحات المتواجدة في يعني التابعة لمدينة الناصرية في قضاء الرفاعي، كذلك الشطرة، هذه الساحات رفعت. الآن جميع الساحات مفتوحة ما عدا ساحة الحبوبي، وهناك تواصل مع المتظاهرين لفتح ساحة الحبوبي. المتظاهرين يعني يطالبون، ما زالوا يطالبون بالخدمات، بالتعيينات. اللجنة الحكومية تؤكد بأن هذه أغلب المطالب قد تحققت، فلماذا البقاء في ساحة الحبوبي؟ يجب على المتظاهرين الانسحاب من ساحة الحبوبي والتهيؤ للانتخابات القادمة، ويعني اتيان بوجوه جديدة تدور يعني تدير دفة العراق. نعم. في الأيام القادمة. نعم. وضحت الصورة لؤي الرفاعي مراسلنا من ذي قار، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في صلاح الدين إخماد الحريق الذي اندلع في مصفى الصينية بقضاء بيجي، مؤكدة مشاركة عدد كبير من الآليات والفرق التابعة للمديرية في إخماده. مدير المديرية لطيف الجواري قال أن النيران اندلعت في أحد خزانات المصفى وبعض الأنابيب الناقلة، وذلك جراء هجوم إرهابي استهدف المصفى. وبدورها أعلنت وزارة النفط أن الحريق اندلع بأحد خزانات مصفى صينية أثر سقوط صاروخ عليها. وأكدت الوزارة في بيان أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مبينة أنها بصدد تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق لاستئناف العمل في المصفى. إضافة للدور الكبير الذي تؤديه الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية، هنالك دور آخر يمثل أو هو ملاحقة الجريمة المنظمة، حيث اعتقلت أو اعتقلت مديرية محافظة مكافحة الجريمة المنظمة عصابة متخصصة بتجارة المواد المخدرة وفق معلومات استخبارية دقيقة بعد عدة عمليات مماثلة نفذتها في المدة الماضية. مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة متخصصة بتجارة المواد المخدرة في بغداد، وتتمكن من تفكيك أخريات وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهود ميدانية. بيد السائق يدز لي الحبوب المخدرة والكريستال، توصل لبغداد على القناة استلمهن، ومن يخابرني الشخص اللي بالناصرية يقول لي راح يجيك فلان شخص فلان شخص اطي. وين اكثر تركز البيع للمواد المخدره داخل بغداد؟ ببتشير وبالدوره بالتاجي بالمدينه. ابيع الغرام 25، غير ال 25 ما ابيع. وانا يجون يعني جماعتي ياخذ لنص غرام ياخذ الغرام. تمكنت مديرية الجريمة المنظمة خلال العام الحالي من إحباط أكثر من 2000 جريمة، ما بين تزييف العملة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والآثار والابتزاز وتهريب البضائع والغش الصناعي والتجاري، وفرت من خلالها أموالا كبيرة لخزينة الدولة. تحظى هذه المديرية بدعم مباشر من قبل السيد وزير الداخلية. لهذه المديرية دور مهم، خاصة وأنها تعمل وفق قوانين متعددة، لأنها تعمل مع شرائح متعددة في المجتمع العراقي. مديريتنا تختص بعض الجرائم المهمة اللي تدخل ضمن مستوى الفرد. مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تختص بالأمن الدوائي والأمن الغذائي. الأمن الدوائي اللي هو أساس عصب أساسي ضمن شريحة المجتمع، والأمن الغذائي كذلك. بعض الجرائم اللي تختص بها الجريمة المنظمة مثل تزييف العملة والاتجار بالمخدرات والأسلحة وحماية المنتج المحلي. بين اقتصاد البلد وهذه المديرية علاقة مترابطة بحسب متخصصين، خصوصا أنها أسهمت في حماية المنتج الوطني من خلال ضبط الكثير من المواد الممنوعة من الاستيراد ونشر مفارزها داخل الأسواق لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار وغيرها الكثير من النشاطات. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.
قال المتحدث باسم الأمانة أو باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد أن رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا إلى الأمانة العامة لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت. ولفت إلى أن الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021. أذن متابعينا الكرام، حول هذا الموضوع وحول تحديد موضوع إرسال الموازنة ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء الأستاذ حيدر مجيد. أهلا بك سيد الكريم. أذن بعد توجيه الكاظمي، متى من المؤمل أن تصل الموازنة إلى مجلس الوزراء؟ مساء الخير سيدي الكريم عليك وعلى مشاهدي العراقية. التوجيه رئيس مجلس الوزراء يعني كان خلال جلسة مجلس الوزراء السابقة إلى وزارتي المالية والتخطيط بضرورة الإسراع بإنهاء إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021 وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي تأخذ دورها بالتدقيق في الدائرة القانونية ومن ثم تخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لعرضها على السادة أعضاء المجلس والتصويت عليه ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب. كان توجيه يعني ضرورة الإسراع بإنجازها كي تحال أيضا إلى مجلس النواب. تعرف حضرتك والمشاهدين أنه الموازنة تحتاج إلى تدقيق وإلى وقت لمناقشتها داخل مجلس النواب. نعم، إذن سيد حيدر، من خلال حديثك وزارة المالية والتخطيط، هل أنجزت الموازنة؟ هل أصبحت جاهزة حتى تصل إلى مجلس الوزراء وبالتالي لإجراء اللازم وتدقيقها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب؟ يعني هي الوزارة في التخطيط والمالية تعمل عليها منذ فترة طويلة. الآن هي فقط اللمسات الأخيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لن تتأخر طويلا، فقط أمور تطبيقية بالدائرة القانونية من الناحية القانونية ومن ثم تحديد جلسة خاصة لعرضها أمام مجلس الوزراء ومن ثم التصويت عليها وإحالتها إلى مجلس النواب. نعم، طيب بالحديث عن مجلس الوزراء، كم هو الوقت الذي يحتاجه لتدقيقها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب؟ يعني هو كالمعتاد هي يتم تدقيقها ومناقشتها والتصويت عليها خلال جلسة واحدة في مجلس الوزراء. المشكلة التأخير هي في مجلس النواب اللجنة المالية، يعني أنا لا أتحدث عن مجلس النواب، لكن هي من المعروف أنه تأخذ وقتا لمناقشتها، مناقشة أبواب الصرف والإيرادات، هذا الأمر متعلق بمجلس النواب. نعم، مجلس الوزراء خصص جلسة يوم الثلاثاء لمناقشة الميزانية بصورة تفصيلية وستكون الجلسة مخصصة فقط للموازنة. هل إذن يمكن أن تصل الموازنة يوم غد أو خلال 24 ساعة المقبلة؟ لا عفوا حتى لا يصير لغط، لم تحدد لحد الآن جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة. عندما ترد إلى الأمانة العامة ويتم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية سترفع الأمانة العامة مقترحا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاستحصال موافقته بتحديد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة هذه. الحكومة العراقية مهتمة بهذا الجانب ومهتمة بالإسراع بإرسالها إلى مجلس النواب حال وصولها إلى الأمانة العامة. نعم، وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. بدوره رجح عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حما وصول موازنة عام 2021 إلى البرلمان منتصف الأسبوع المقبل، وقال حما أن اللجنة المالية والبرلمان بحاجة إلى ما بين 20 إلى 30 يوما لمناقشتها وإقرارها، منوها أن الموازنة ستتضمن قروضا داخلية بحجم 30 تريليون دينار لسد العجز المالي ودفع الرواتب والنفقات الأخرى. التوقعات بشأن مضمون موازنة الاتحادية وأرقامها تشغل الأوساط النيابية والمراقبين للشأن، فهناك من يدعو إلى تعظيم الإيرادات لسد العجز فيها،
في حين ذهب آخرون للمطالبة بالاتجاه إلى استثمار القطاع الخاصة، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية. مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تتحدث معطياته عن أن التقديرات الأولية لحجم الإنفاق ستكون بحدود 70 مليار دولار، في وقت سيكون حجم العجز ما يقرب من 35 مليارا. أما تمويل العجز فيحتاج إلى عدة خطوات بحسب خبراء الاقتصاد. عملية تمويل هذا العجز بحاجة إلى فتح نوافذ جديدة للإيرادات غير النفطية، على سبيل المثال حوكمة الضرائب والجمارك مع مزاد العملة، زائدا بيع جزء من ممتلكات الدولة لتمويل الموازنة الاستثمارية، زائدا إمكانية ارتداد أسعار النفط خلال 2021 بما يغطي جزء من هذا العجز. ويتركز مشروع الموازنة على تقليص النفقات وتعظيم الإيرادات عبر البحث في منافذ وبوابات اقتصادية متنوعة. خبراء المال والاقتصاد كشفوا عن أرقام افتراضية للاقتراض حملها مشروع الموازنة تتراوح بين 20 إلى 25 تريليون دينار. الاقتراض أساسي في الميزانيات القادمة، لأنه لا يمكن سد الإيرادات لا تسد النفقات، لذلك وضعوا بشكل تقديري أنه هكذا نحتاج اقتراض في حال احتاج تم الحاجة إلى هذا الاقتراض، وهذا ربما قد يحصل أو قد لا يحصل. أوساط نيابية أكدت وجود العجز في مشروع الموازنة لعام 2021، إلا أنها أشارت حال وصولها إلى مجلس النواب فإنها سوف تخضع لدراسة وافية ومناقشات مستفيضة. ستكون هناك دراسة وافية لحل مشاكل كبيرة في هذه الموازنة، من ضمن المشاكل الكبيرة والتي تكون بها حلول إيجابية اليوم هي استثمار القطاع الخاص. وتكمن أهمية الموازنة في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية. آثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. في سياق موازن، كشفت اللجنة المالية النيابية عن التوصيات الخاصة بها لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدة أن عوائق سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد تعترض طريق الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار أن التوصيات الخاصة تتمثل بحزمة من الإصلاحات تتكون من 3 محاور. الأول يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد أو تخفيض النفقات، والثاني يتعلق بإعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق. إذن مجموعة مقترحات قدمتها اللجنة المالية النيابية للحكومة وذلك لمعالجة الأزمة المالية. المقترحات تضمنت تفعيل الجباية الإجبارية للطاقة الكهربائية والماء والمجاري والهاتف الأرضي وعدد سلم جديد للرواتب، فضلا عن فرض ضرائب على جميع المركبات. اللجنة المالية النيابية تقدم مقترحات إجرائية لمعالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. المحور الأول في الورقة الإصلاحية البرلمانية يهدف إلى تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات عبر التفعيل الفوري للجباية الإجبارية وفرض نظام ضريبة المبيعات بقيمة 12% وفرض ضرائب سنوية على جميع السيارات. أما المحور الثاني فقد ركز على إصلاح السياستين المالية والنقدية عبر تعديل القوانين الخاصة بالتأمين وجعله إجبارياً على السيارات والوحدات السكنية والشركات والمسافرين، فضلاً عن إعداد سلم رواتب جديد مع إعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة. فيما ركز المحور الثالث من الورقة على إصلاح السياسة الاقتصادية العامة من خلال إعادة هيكلة الشركات العامة الخاسرة وتأسيس شركة اتصالات وطنية. من
المؤمل أن تسهم سندات الخزينة التي تعتزم وزارة المالية عرضها للاكتتاب في أحياء الأنشطة الاقتصادية المتعثرة مع توجيه بوصلتها نحو الاستثمار، لكن مختصين حذروا من أن تكون عبئا على الاقتصاد في حال توجهت إلى المشاريع التشغيلية وسد الرواتب. نتابع. ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار هي قيمة سندات الخزينة التي تعتزم وزارة المالية طرحها للاكتتاب العام أمام المواطنين والمصارف والمؤسسات الاقتصادية كأحد الحلول المعمول بها في الدول التي تعاني قلة الموارد أو الضائقة المالية. برأيي الموضوع المهم هو طرح السندات على الجمهور، لا سيما أن العراق تجربة في أعوام 15 و16 في طرح 3 إصداريات بحدود 3 تريليون دينار عراقي تم تعبئتها من الجمهور العراقي، لأنها أفضل من عملية الدين المباشر عن طريق الحوالات الخزانة اللي تمت سابقا خلال شهر 6 وشهر 11. بالدولار الأمريكي والدينار العراقي ستدخل سندات الخزينة للقطاع المالي والجهاز المصرفي وربما حتى لسوق الأوراق المالية والبورصة لإحياء الأنشطة الاقتصادية المتعثرة في حال توجيهها نحو الجانب الاستثماري، لكنها ستكون عبئا آخر يضاف على البلاد ومستقبل أجيالها لو اتجهت بوصلتها نحو تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية حصرا. هذه السندات من تطرح يعني للمجتمع العراقي، هذه أكيد راح تساعد مساعدة كبيرة جدا، يعني خاصة في مجال النفط، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة. السندات هاي تطرح لمشاريع استثمارية، يعني اليوم أنا من أطرح جي أطرح سندات، السندات بفائدة 10%، خليني نقول 5 مليار فائدة 10% استحقاق بعد 5 سنوات. المفروض أنا المشروع الاستثماري رح يكمل أقل من 5 سنوات، رح يرجع قيمة المبالغ زائدا الفوائد وبها إضافة، يعني حتى ما تصير عبء على الأجيال القادمة وعلى الحكومات القادمة. أما أنا من أجي أسوي سندات على مود أغطي مصاريف تشغيلية أو أسدد رواتب فهي غير مجدية وهذا عبء على الميزانية. ويرى متخصصون أهمية طرح سندات للاكتتاب العام نظرا لما ستوفره من أموال لخزينة الدولة الاتحادية والتي تعاني الكثير جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. مويد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. أكدت شركة سيمنز الألمانية المضية في استراتيجية خريطة الطريق التي اتفقت على تنفيذها في العراق مع الحكومات السابقة، وقال مدير تنفيذي للشركة مصعب الخطيبة أنه سبق للشركة أن قدمت استراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية تضمنت تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 4 سنوات، إلا أن وجود تحديات لتلبية متطلبات قطاع الطاقة الكهربائية ومنها عدم توفير الكميات الكافية من الوقود أثر في الاستمرار بهذه الخطة، وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب لتغذية محطات الطاقة الكهربائية ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة ومن خلال هذه المواد المستخرجة الثمينة. برفقة الحكومة المحلية زار وزير الموارد المائية مهدي رشيد واسط للإطلاع على وضع المحافظة بعد موجة الطقس السيء الذي ضرب البلاد. الوزير تفقد السدود والخزانات القريبة من الشريط الحدودي مع الجانب الإيراني. جولة ميدانية تفقدية شملت أهم السدود والخزانات في واسط أجراها وزير الموارد المائية برفقة المحافظ ومدير الدفاع المدني وجميع الجهات الساندة تحسبا لاحتواء موجة السيول القادمة من المنابع الإيرانية. زيارتنا هذا اليوم برفقة السيد المحافظ للاطلاع على الإجراءات والسيول، وهذه هي مؤشرات خير حقيقة تخدم القطاع الزراعي، تخدم الخزين المائي لخزانات وزارة الموارد المائية، وأيضا نتابع الإجراءات عن قرب مع زملائنا من المدراء العامين وكوادر الوزارة لغرض الاطمئنان على وضع السداد، سداد الحماية، تسليك هذه الموجات السيول إلى مخازنها. جهودنا تنصب باستنفار تام
للموارد البشرية وكل الآليات التخصصية، إن كان لوزارة الموارد المائية وإن كان إلى محافظة واسط، نراقب السداد بشكل جيد. كل المبازل والأنهر الفرعية هي الآن تستوعب المياه القادمة من الجمهورية الإسلامية. الدفاع المدني في واسط يؤكد جاهزيته واستعداده التام لحالات الطوارئ، ويحذر المواطنين والأهالي سيما القاطنون على جرف نهر دجلة والأماكن القريبة من الشريط الحدودي مع الجانب الإيراني من الفيضانات والألغام والمخلفات الحربية التي تجرفها السيول من الجبال والمرتفعات الحدودية. الاستعدادات لا زالت مستمرة، عبرنا مرحلة الخطر للموجة الثانية من المنخفض الجوي، وراح نجابه منخفض آخر احتمال يوم الأربعاء أو الخميس، ولا زال الأمور تحت السيطرة، لا زالت الأمور تحت السيطرة. نطمئن المواطن الكريم، الأمور جيدة جدا. رغم جهود وزارة الموارد المائية وجميع الجهات الساندة لها في التصدي لسيول الأمطار القادمة من المنابع الإيرانية، إلا إن واسط تبقى في دائرة الخطر ما لم تؤخذ جميع الاحتياطات في الحسبان. عباس العيساوي، العراقية الإخبارية، واسط. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي أن تعطيل محكمة الاتحادية سبب خدشا كبيرا في المؤسسات الدستورية، وداعيا خلال استضافته في برنامج العاشرة إلى الإسراع في تعديل القانون وأكمال نصابها كونه الخيار الأقرب للتمرير في المرحلة المقبلة. انعدام أو تعطيل المحكمة الاتحادية العليا في خدش بالمؤسسات الدستورية. اليوم حينما تحصل انتهاك للدستور أو ظلامة معينة من المؤسسات الدستورية، سواء كانت السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، إلى من يلتجئ اللي يريد يطعن؟ محكمة معطلة، فحق الطعن غير مكفول دستوريا الآن، معدوم. الجانب الثاني اللي هو موضوع التعديل، اللي احنا نقول أهون الأمور وأسرع إنجازين، إنه احنا نعدل نوفق الوضع الحالي للمحكمة الاتحادية بناء على نص المادة الدستورية 92، نكمل النصاب، نضع لهم عمر معين أو فترة زمنية معينة نتفق عليه 12 15 10 حسب الاتفاق، ماكو بها خلاف كبير، ونمضي بالتعديل، نعدل الأمر رقم 30 حال أي تشريع. إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 63 مليون حالة، والولايات المتحدة تتصدر في عدد الوفيات. في محاولة لحل الخلافات حول المناصب السيادية، انطلاق الجولة الرابعة من الحوار الليبي في المغرب. قال مدير عام دائرة تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي أن وزارة التربية وضعت خطة خاصة في عموم المدارس لمواجهة كورونا. الكلابي أوضح خلال استضافته في نشرة سابقة أن الدوام سيكون يوما واحدا في الأسبوع لكل مرحلة، فضلا عن تكييف المناهج الدراسية تماشيا مع الوضع الحالي. وزارة التربية بالاتفاق والتعاون مع الجهات الساندة الأخرى وضعت خطة أستطيع أن أقول عليها أنها خطة يعني جيدة وتوائم الحدث. هذه الخطة تعتمد على جزئين أساسيين. الجزء الأول أنه الدوام راح يكون يوم واحد لكل مرحلة، والجزء الثاني يعتمد على تكييف المواد العلمية والمناهج العلمية. على إدارة المدرسة أن تقوم بالتعفير وتهيئة الأمور لاستقبال الطلبة. الحقيقة أنه القضية أنه يوم واحد لمرحلة، بالتالي هذه المرحلة اللي نقول يوم السبت للأول ابتدائي بالمدارس الابتدائية، هؤلاء الطلبة سيقسمون على كافة الصفوف، وبالتالي في الصف الواحد ما راح يصل عندنا أكثر من 10 إلى 15 طالب ملتزمين بالكمامات، ملتزمين بقضية التعفير وغيره. من جهته أكد عضو الفريق العالمي الطبي في وزارة الصحة الدكتور محمد كاظم وجود تنسيق مشترك بين وزارتي الصحة والتربية للحد من انتشار فيروس كورونا. كاظم أشار خلال استضافته في نشرة سابقة إلى أن الوزارة ستنشر كوادرها الصحية في عموم المدارس لتعفيرها وتعقيمها. هناك تنسيق مشترك بين وزارة الصحة وبين وزارة التربية. الحقيقة قبل أشهر تم التنسيق،
ووضعت مثلا نقول الشروط المناسبة للمدارس وقضية التباعد بين طالب وطالب. دور وزارة الصحة أنه راح يكون وجودهم قبل الطلاب ويفحصون الطلاب، إضافة كل يوم بشكل يومي. نعم بشكل يومي، لأنه أكو معلومة يعني وزارة الصحة أكو قسم الصحة المدرسية في كل مركز صحي، وكل مركز صحي تابع إلى قطاع، فهنا راح توزع الملاكات الصحية. صارت محاضرات أو دورات بسيطة للهيئة التدريسية والمنسقين الصحيين في كل مدرسة. مع بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت وزارة الصحة حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية، فضلا عن التأكيد على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، فيما أكدت وزارة التربية وجود فرق طبية داخل المدارس لفحص الطلبة والكوادر التدريسية. وزارة الصحة تطلق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لتنسق هذه الوزارة مع وزارة التربية بشأن اللقاح، فضلا عن الاهتمام بالإجراءات الوقائية من كورونا ومتابعتها داخل المدارس منذ أول يوم لدوام الطلبة. شمول 1,900,000 و222 طفل تحت الخمس سنوات. هذه الحملة تتزامن مع انتشار جائحة كورونا، وهناك تحدي كبير. العراق حقيقة يعتبر من أول الدول الذين باشروا بهذه الحملة حماية لأطفالنا ومن أجل سلامة الطفل العراقي. وزارة التربية أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية ملاكاتها وطلابها خلال العام الدراسي، في ظل بقاء الفيروس التاجي على أرض الواقع وعدم وجود لقاح عالمي لغاية الآن. وجدنا هناك اهتمام عالي المستوى في المدارس بالإجراءات الوقائية والصحية. وجدنا هناك فرق طبية منتشرة في مدارسنا بشكل واسع وكبير جدا. هذه الفرق الطبية تقوم بفحص الطلبة والتلاميذ والمعلمين والمدرسين قبل البدء والدخول إلى القاعات الدراسية. أيضا هذه الفرق الطبية تقوم بمواصلة تواجدها طيلة ساعات الدوام المدرسي لمتابعة أي حالة طارئة لا سامح الله. هذه الفرق الطبية أيضا ستقوم بإعداد تقارير طبية إلى خلية الأزمة. عائلات طلبة المدارس رحبوا بالخطوات الصحية في المدارس، مطالبين بتجديد الإجراءات الوقائية حفاظا على الطلبة وتجنبا لاحتمالية التفشي. ومع الجهود المبذولة من وزارتي التربية والصحة لإنجاح العام الدراسي، تؤكد هاتان الوزارتان أنهما ستدرسان زيادة الدوام الفعلي قياسا بالموقف الوبائي لكورونا فيروس. من أحد مدارس العاصمة بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. في مؤشر على تواصل تسارع تفشي الوباء عالميا مع وجود فصل الشتاء، تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز 63 مليون إصابة. وفقا لموقع متخصص برصد الإحصائيات الخاصة بكورونا، فقد وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 43 مليون و 546 ألفا، بينما تجاوز عدد الوفيات 1,465 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند ومن ثم المكسيك. قالت وزارة الصحة في البرازيل أنها سجلت 24,468 حالة إصابة و272 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى أكثر من 6 ملايين حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172 ألف حالة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها بصدد التوقيع على مذكرات مع شركات أدوية أجنبية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لشراء لقاحات ضد كورونا بما فيها سبوتنيك الروسية.